إذا مشاهدينا، مع انطلاق الحملات الدعائية غسان الانتخابات العامة ببريطانيا، فلنتعرف على مسار الانتخابات وطريقة احتساب الأصوات لنعرف كيف ممكن أن تكون النتائج بالمرحلة المقبلة. الانتخابات في بريطانيا ليال لها طابعها الخاص، بداية من عملية تصويت المواطنين إلى غاية تشكيل الحكومة المقبلة. طبعا يدعى الناخبون البريطانيون لاختيار نائب عن منطقتهم في البرلمان الذي يضم 650 مقعدا نيابيا. يحق التصويت لكافة البريطانيين ممن تزيد عن أعمارهم عن 18 عاما، ومن تتوفر فيهم شروط الجنسية البريطانية من مواطني دول كومنولث أو جمهورية أيرلندا الشمالية. في بريطانيا رئيس الوزراء لا ينتخب بشكل مباشر، إنما ينتخب المواطنون عضوا في البرلمان لتمثيل دائرتهم الانتخابية المحلية، ويصبح زعيم الحزب الفائز في أغلبية المقاعد، أي الحاصل على أكثر من 326 مقعدا فما فوق، رئيسا للوزراء تلقائيا. وإذا لم يحز على أغلبية فيتعين عليه البحث عن تحالف مع أحزاب أخرى لتشكيل حكومة ائتلافية.